اي، وطبعا الام اس يونت والاوتو ساوندر. الفكره بتاعت الجي سي ام اس ان هو عمليه ريديوشن او سيبريشن عاديه جدا بتحصل في السيبريتنج كولوم في الجهاز. طبعا استخدام الكولوم على حسب الابلكيشن، في بعض الكولومز تعتبر جنرال كولومز تقدر ان هي تعمل اكتر من تكنيك او اكتر من الاساس، زي مثلا كلوريد الهيدروكربون والفي او سي. طبعا انا لو محتاج اعمل فولاتايل اورجانيك كومباوند يا اما بستخدم البيرج اند تراب تكنيك، السامبل بيتم حقنها من هنا حوالي مثلا 5 مللي، بتخش في اليو شيب بحيث ان يحصل فيها بيرجنج باستخدام الانر جاز. طبعا الجهاز ده بيكون معمول بسلين على حراره مثلا 80 درجه سيلسيوس. الكارير جاز الهيليوم بيعدي بياخد السامبل بيعمل زي بيرجنج لكل الاورجانيك كومباوند او الفولاتايل اورجانيك كومباوند خاصه، وبعدين بيحصل لها تراب على الجي سي وبيتعمل لها انجكت باستخدام الكارير جاز. لكن انا لو عندي مثلا كلورينيت الهيدروكربون سامبل، بتبقى السامبل عندي ليكويد بعمل لها اكستراكشن مثلا في نورمال هيكسين. في الحاله دي انا بعمل بري كونسنتريشن، يعني بزود تركيز العينه. مثلا السامبل 1 ليتر انا بحط عليها 2 مل بس من النورمال هيكسين وبعمل عمليه الاكستراكشن. في الحاله دي يبقى انا كاني عملت 100 مره تركيز للكونسنتريشنز اللي موجوده في السامبل، وبتتحط في الاوتو سامبلر وبيتم حقنها عن طريق الانجكتور مثلا 1 مايكرو ليتر للسامبل. طيب اجي عندي على السوفت وير. في البدايه طبعا لازم اكون انا عامل ديفلوبد ميثود. طيب المين بارامترز عندي اللي انا بعملها النورمال بارامتر على جي سي، طبعا اختيار الكولوم لازم بيكون برضو ان الكولوم بارامترز موجوده في الميثود. الاوفن تمبريتشر درجه الحراره بتاعت الاوفن على حسب البروجرام بتاعي، انا هبدا من مثلا 45 بعد كده اعمل تمبريتشر بروجرامنج او ايزوثيرمال على حسب ما انا عايز. التمبريتشر اللي هو بتاع طبعا الاين سورس بتاع الماس سبكتروسكوبي، الكولوم فلو 0.5، الاوكسيلري تمبريتشر اللي هو اللاين او طبعا بين الجي سي والام اس بيبقى فيه زي سمول تيوب بين الاثنين، ده اللي هو الاوكسيلري تيوب تمبريتشر تايم بتبقى حوالي 280 طبعا عشان تطلع الايونز او اليوتد بيكس تخش على الام اس ديتكتور على طول. طيب انا مثلا محتاج ان انا اعدل في الميثود، سواء باجي على ميثود ايديت هنا اقدر اعمل ايديت لكل الميثود بارامتر. طبعا زي ما قلنا الاي ال اس ده اللي هو الاوتو سامبلر. طب الاوتو سامبلر انا بيهمني ايه؟ الانجكشن فوليوم كام عندك في الانجكت اوتو سامبلر. مثلا ممكن تستخدم تو سولفنت مثلا هيكسين وميثانول. طيب كل واحد من السولفنتس انت بتعمل له بري انجكت، يعني قبل ما يعمل انجكشن هيعمل رينزنج للسيرنج كام مره، هنا مثلا 3 مرات، وبوست انجكشن يعني بعد الانجكشن مرتين. هنا السامبل ووش بيعمل ووشنج للسامبل نفسها 3 مرات باستخدام السامبل، تمام؟ طيب الانلت ده اللي هو الحراره بتاعت الانجكتور، التمبريتشر الهيتر بتاعته بتاع 250 وده البريشر. هل انت شغال سبليت مود ولا سبليتلس مود؟ سبليت مود يعني بيقسم السامبل، انا هنا مثلا اخد 5 تايم او الريشيو بتاعتي 5، يعني هيقسم السامبل بتاعتي 5 اجزاء هياخد جزء ويحقنه على الكولوم. الكولوم طبعا لازم تكون هنا مختار الكولوم اللي انت بتعمل عليه الاناليسيس، لان بناء عليه السيستم بيبدا يعمل بيظبط الفلو باستخدام الاي اف سي. لو انا بعمل بغير كولوم باجي على تشينج كولوم وبختار من الانفنتوري بتاعتي او اللي موجوده في السيستم. الاوفن ده الاوفن تمبريتشر او البارامتر، احنا مثلا هنا شغالين بتمبريتشر بروجرامنج بيبدا عند 45 هول تايم 3 دقائق، بعد كده بيوصل 120 بريت ان هو بيزود حراره 10 درجه سيلسيوس كل دقيقه، بعدين بيعمل هول تايم 5 دقائق ويوصل على 230 بالرامبنج او التمبريتشر ريت 20 لحد 230 وبيقعد 20 دقيقه. طبعا انا اخلي بالي ان دايما الماكسيمم تمبريتشر عندي تكون اقل من الماكسيمم تمبريتشر للكولوم. دايما الكولوم بيكون مع داتا شيت بيقول لك الماكسيمم تمبريتشر ان الكولوم ده بيقدر يستحملها في الجهاز مثلا 250 230 200، فنخلي بالنا من الموضوع ده. دي اهم حاجات عندي انا بعمل لها بارامترز فين في الجي سي،
الايفنتس والحاجات دي انا ما عنديش ايفنتس كتير لان هو مش جاي الجي سي، ما فيش فيه باك فلاش وحاجات من دي، لكن الاوكسيلري هيتر اللي قلنا ايه اللي بين الجهازين. بقول هنا ده انا بعمل في الجي سي ام اس، بعمل زي الميثود او تو ميثود، واحده للام اس وواحده للجي سي، طبعا غير الاوتو سامبر اللي قلنا عليه. بنقول اوكي، بنبدا يدخل على الداتا. ده الاوتو تيون فايل، لما بتعمل الام اس دايما بتعمل حاجه اسمها الاوتو تيوننج، ده الجهاز بيعملها اوتوماتيك عشان يشوف البيكس ويعمل الجيننج واللينس ويظبط كل حاجه بحيث تطلع لك جود. هنا بقى الام اس بارامتر. طيب ايه اللي يهمني في الام اس بارامتر؟ طبعا حاجه اسمها سولفنت داي. لما انا مثلا بعمل اكستراكشن في الهكسين، فطبعا بيبقى الماجوريتي في السامبل الهكسين، فمجرد ان هي تتحقن من السامبل، لو انا عامل ان الام اس ديتكتور يبدا يعمل فيلمنت تشتغل ويعمل كابشر من اول الاناليسيز، هلاقي فيه هاي بيك وبلايند لان السولفنت رايح بتركيز عالي جدا. ده هياثر معايا في عمر الفيلمنت وهياثر على النتائج، مش هشوف اي بيكس لان طبعا ممكن يعمل بلايند وممكن ياثر على الفيلمنت وتحتاج ان انت تغيرها او تنضفها. عندي الحاجة تانية الاسكان مود، الاكوزيشن مود، انت محتاج تشتغل على سكان ولا اس اي ام. السكان اللي هو بيعمل يعني فول سكان، كل البيكس بيعملها ديتكشن وبيطلع لك ليها الام اوفر اي او اللي هي الفراجمنتيشن ايونز. لكن الاس اي ام لا، انا بحتاج اللي هو سيلكتيف ايونز ميجرمنتس، او انا محتاج اشوف على سيلكتيف ايونز بس بيعملها ديتكشن. طبعا التيوننج فايل انت بتقول له هنا سيلكت الفايل بتاع التيوننج ده، فلما تيجي تعمل تيوننج للجهاز لازم تسمي او تتاكد ان انت مختار التيوننج فايل هنا، تمام؟ طيب مجرد انت بتعمل الحاجات دي، مثلا انا لو الهكسين مثلا بجرب مثلا از بلانك بعمله از سامبل واحط نفسي فين في السيف سايد، ابدا اعلي شويه يعني على حسب البارامترز، احيانا في بيبرز والحاجات دي بتكتب، لكن مثلا لما تبدا على حراره قليله يبقى دايما الاليوشن هيبقى اعلى، فممكن ابدا عند 6 أو 7 اقول له يبدا يعمل الستارت للفيلم، وابدا اقلل التايمنج لحد ما الاقي التيل بتاع البيك بدا يظهر، يبقى اعرف انا امتى الهكسين بيحصل له توتال اليوشن عشان السامبل بتاعتي او الكومبوننتس تبدا تحصل لها ديجريديشن. لو استخدمت ميثانول مثلا في البي او سي او السامبل از اتز بتقللها زي ما انت عايز. ممكن الفي او سي بيرج اند تراب او الهيد سبيس تكنيك لو انت مش ضايف فيها اي سولفنت، يبقى انت محتاج ان السيستم يبدا على طول ايميديتلي بعد الانجكشن. بقول له اوكي، ويبقى انا ايه سيفت البارامترز بتاعتي. دي اللايبرري طبعا اللي بتشتغل بيها، بتختارها وبنبقى كده خلاص سيفنا الميثود بتاعتي. طيب لما باجي اعمل انجكت للسامبل انا عندي تو واي. لو انت هتعمل سنجل انجكت سامبل بتدوس هنا وبتعمل البارامتر، بتختار الباث بتاعك، السامبل هتحصل لها سيفنج فين، السامبل نيم، هنا الكرنت ميثود والاوفر رايد. هنا طبعا فايل مش هتفرق لان انت عامل تختار طبعا السامبل فايل 1 لان هي هتحقن 1 سامبل. هنا الكرنت ميثود بيقول لك ان الميثود سيفد على 1 مايكرو ليتر. طيب نفترض انا شايف تركيز السامبل كتير، ممكن اعمل اوفر رايد ان انا اخليه يحقن يا اما اقل سامبل فوليوم او اعلى، تمام؟ وبعد ما اخلص بقول له اوكي ران الميثود. في الحاله دي انا عملت الميثود. طب انا عندي اكتر من سامبل، حاجه اسمها السيكونس. بتعمل طبعا اول حاجه تدوس نيو سيكونس او اوريدي بتجيب سيكونس سيفت وبتقول له ايديت سيكونس، بتحط هنا السامبل انفورميشن، سامبل تايب، النمبر اوف فايلز، اسم السامبل ايه، طبعا بتحط الباث والميثود باث، لان انت الميثود اللي بتحطها هنا لازم تتاكد ان هي موجوده في الباث ده. وبعد ما بتحط كل الانفورميشن دي بتقول له اوكي. عايز تشغل السيكونس بتيجي على سيكونس تاني وتقول له ايه ران سيكونس، هيشتغل الجهاز يبدا ياخد سامبل بير سامبل. حاليا مثلا هنعمل انجكت از بلانك السامبل في فايل 1 وبقول له اوكي ران الميثود. الجهاز طبعا لما هيبدا يشتغل بعد ما بيبدا الانجكشن بيعمل البري ووش بيخلص الحاجات دي كلها، بيجيب لك هنا زي مسج بيقول لك ان ايه ده عندي السولفنت ديلي تايم اللي هو مثلا 5 مينت 6 مينت وات ايفر انت حاطط قد امتى يبدا يعمل الكوانتيفيكيشن، وبيدي لك مسج هل انت عايز تعمل اوفر رايد يعني ان هو يبدا يشتغل ايميديتلي ولا بتخلي زي ما هو. هنا طبعا بيبدا الاوتو سامبلر بيعمل الووشنج زي ما قلنا، يعمل مثلا انا قلت له 3 مرات هيعمل 3 مرات ووشنج للسولفنت،
وبعد كده يبدأ يعمل انجكت للسامبل بتاعه. طيب نيجي حاجة تانية، مثلا أنا عايز أعمل سمبل كاليبريشن، أوريكم برضو الكاليبريشن كده على السريع. طيب مثلا أنا عندي الميثود دي فيها البيكس، محتاج إن أنا أعمل كاليبريشن. طيب أنا عندي طريقتين للكاليبريشن، يا إما أعملها أوتو كاليبريشن أو مانيوال. الأوتو إن أنت بتقول مثلا في الأول نعمل كلير لكل الكومبوننتس اللي موجودة في الميثود دي، بعد كده بقول له كاليبريت أوتو كوانتيفيكيشن سيت أب. هنا بتسمي اسم الكاليبريشن تايتل عندك، هنا بيعتمد على الاريا ولا الهاي، الاريا افضل طبعا. هنا بتكتب التركيز هل هي بي بي ام بي بي بي، وبتقول له اوكي. هنا عندك طريقتين، هو اوريدي عمل زي اوتو ديتكشن لكل الريتنشن تايم للبيكس اللي هو شايفها، فدلوقتي بيبدا بيقول لك تشوز الكومباوند نيم، هل يخليها يتسمى بالريتنشن تايم وانت بعد كده تعدلها، ده اوبشن. الاوبشن الثاني ان انت تكتب من دلوقتي اسم المركب بتاعك اللي عند الريتنشن تايم 3.9 مثلا بنزين، وبقول له اوكي. هيقول لي الريتنشن التايم الثاني عايز تسميه كده ولا تسميه قول مثلا تولوين. طبعا انا بعمل الكاليبريشن ده بعد ما اكون انا اوريدي عملت ديتكشن وعارف كل بيك من دول ايه اسم المركب بتاعه، تمام. فانا هقول له مثلا اوكي عشان اوري لك ازاي بعد كده بنعدل. بعد كده بيقول لي ان هو ما عملوش كوانتيفيكيشن، هنسميه هقول له مثلا ده ليفل 1 التركيز بتاعه 1 دو ابديت. هنا في اول تو كومباوند اللي انا سميتهم سماهم بنزين وتولوين، بعد كده انا قلت له اوكي اوكي فحطيتهم بايه بالريتنشن تايم. طب انا عايز اغير الاسم، اروح جاي هنا كاتب مثلا ايثايل بنزين، خلاص بقى ايثايل بنزين، تمام. وهنا عندي طبعا فور 1 بوينت كاليبريشن. طيب انا محتاج اضيف بوينت ثانيه، فبتجيب الكروماتوجرام الثاني، طبعا ده تركيز عالي شويه، بتجيب مثلا الكروماتوجرام الثاني وبتعمل له كاليبريت، هتعمل بقى ايه ابديت في الحاله دي، ابديت 1 ليفل، انت عايز تعمل ابديت 1 ليفل اوكي. فهتكتب هنا مثلا التركيز 2 والنيو ليفل 2 وبتقول له دو ابديت. طبعا عشان انا مختار عشوائي فظهر عندي ال 2 بوينتس هنا، وده التركيز 1 والتركيز 2، لكن في طبعا على كل البيكس معمول ال 2 بوينت كاليبريشن، لكن انت طبعا هتكون عامل انجكشن للستاندرد مره واثنين لكل تركيز، انا بس ده عاملها عشان الشرح. وبعد كده بتقول له اوكي وبيسيف الكاليبريشن. طيب الطريقه الثانيه اللي انا بقول عليها المانيوال، المانيوال ان انا مثلا باجي على كل واحد من دول انا بطلع مثلا اسمه مع ريتنشن تايم هنا، خلاص. طيب باجي على كاليبريت وبقول له سيت اب كوانتيفيكيشن، هسميها حط التركيز هنا اوريدي عشان معمول كاليبريشن قبل كده فظاهر لي اللي انا عاملهم، لكن لو انا عامل كلير وبادئ الكاليبريشن مش هلاقي حاجه هنا، فهقول له اكزيت هيبدا يظهر لي ثواني بيظهر لي البوكس ده. البوكس ده اعمل ايه بقى؟ اروح جاي على مثلا كل بيك ادوس هنا رايت كليك مرتين، هيظهر لي تحت الكروماتوجرام بتاعها الفراجمنتيشن قصدي، بكتب هنا بنزين، وهو محتاج مني التارجت ايونز، يعني عشان يسمي البنزين ده لما هيلاقي بيك عند الريتنشن تايم ده، طب ايه التارجت ايونز اللي انا لما الاقي الفراجمنتيشن تحت فعلا اعرف ان ده بنزين؟ اجي هنا اقف في النص البيك واروح دايس ايه الاثنين الرايت والليفت كليك مع بعض، اخد اول تارجت ايون، التارجت ايون الثاني مثلا ال 63 وال 52، هلاقي ان هو اخد 3 تارجت ايون. لما يلاقي بعد كده في الانون سامبل عند الريتنشن تايم 3.9 الثري تارجت ايون دول، هيعمل ان هي بنزين، وهقول له سيف، هيفتح لي بوكس ثاني عشان اروح للبيك اللي بعدها. طبعا لما بتسمي اول بيك بتلاقي فيه زي علامه ستار ظهرت، ده ايه بالظبط اللي هيبدا يعمل عندها الكوانتيفيكيشن، فعشان كده لما تيجي تختار
تكبر البيك وتختار. هنا مثلا انا عندي الايثايل بنزين، هكتب ايثايل بنزين واختار برضو، او ده لا ده في عندي هنا ممكن تلاقي كلورو بنزين. ابدا ادوس دبل كليك دبل كليك. طبعا كلورو بنزين والحاجات دي عرفناها منين؟ لان عندي تو لاينز، لان الكلور والحاجات دي في عندهم تو فراجمنتيشن، بيطلع التو لاينز جنب بعض تمام. وبقول له سيف، بيروح على بعدها. لما اخلص كل المركبات بدوس اكزت، بيطلع لي التيبل تاني. طبعا حط لي البنزين مع البنزين اللي انا عاملها، لان انا مش عامل كلير قبل كده، وبس بقول له اكزت. يقول لي كوانتيفيكيشن، نفس الحكايه اللي كانت ظاهره قبل كده. خليها مثلا ده تركيز دو ابديت، عمل الكاليبريشن. طبعا كل واحده اضافها زي ما كانت موجوده. ده كده طريقه الكاليبريشن تمام. اي استفسار او اي حاجه يا ريت تسيبوها لي في كومنت او تبعتوا على ايميل عندي، وان شاء الله لو في اي حاجه انا بقولها لكم. بشكل السلام عليكم.